مش هقول لك حساسيه بين اللعيب، لكن راجع كمان لايام كوبر، وكان الناس بتقول اصل ده منتخب محمد صلاح، اصل ده منتخب محمد صلاح. في وقت من الاوقات ده حتى لو اللعيبه ما بتبينش، ده بيكون ليها تاثير سلبي على اللاعبين. اكيد طبعا. وبالتالي احنا بنتكلم الكلام دوت ليه؟ علشان يكون في رايي الشخصي ان في بروتوكول معين موحد لكل اللعيبه المحترفه خارج مصر، بتقدم لكل لعيب ايا كان مستواه. يعني لو عندك وفد رسمي بيستقبل محمد صلاح، بالتالي يستقبل النني، يستقبل حجازي، يستقبل حتى لو لعيب محترف بيلعب في اوكرانيا يا سيدي. لكن اسم انت بتعمل بروتوكول موحد لكل اللعيبه اللي بتمثل مصر على المستوى الدولي خارج البلاد، وبالتالي هتشيل وكل التكريم. انا في رايي كان لازم محمد صلاح يتكرم بشكل افضل من كده بعد انتهاء البريمير ليج، يجي هنا مصر ويتعمل له حفله كبيره جدا ويتعزم فيها كل الناس، اول مصري يحصل على البريمير ليج وهداف الدوري الانجليزي. التوقيت كان في الوقت ده، لكن مش دلوقتي. انا في رايي ان محمد صلاح كان حصير معاك موضوع الاشاره، هل هي بقى كابتن منتخب مصر ولا مش كابتن منتخب مصر؟ ده موضوع كل دوت كمان. كل دوت حتى رد صلاح في الموضوع الشاره، إشارة منتخب مصر، أفتكر رده حتى يعني كأنه محرج سلفا لزمايله الآخرين. أفتكر كمان أن موضوع الاحتفال بيه النهاردة ووفد الاستقبال اللي حصل له بحفاوة، ده بيحرجه بطريقة غير مباشرة مع زمايله اللعيبة في الملعب، حتى لو إن ما كانش بيقول ده. أنت عارفة بقى كلامك ليه ساهم في الكلام ده؟ لأن في وقت من الأوقات فاكر برضه يا هاني، كان في وقت بيقول لك إن محمد صلاح كان عليه ضجه كبيره وانه نازل عايز ينزل باربعه بودي جارد ايام ما كنا بنلعب في البطوله، وخمسه بودي جارد في الـ في في الـ في, في الاوتيل لوحده. فهو طلع قال لك بطريقه غير مباشره مع زمايله وكابتن هكمل كلامي القصه. يعني ان هو في الوقت ده وقال لي انا كمان، قال يا كابتن انا ما بطلبش حاجه لنفسي، انا بطلب ان لو في سكيورتي يبقى السكيورتي موجود للفريق كله، انا مش عايز حاجه لنفسي، انا مش عايز اتنين يمشوا ورايا، لكن انا عايز يبقى وده توابع. انت عارف القصه بتاعت روسيا والقصه بتاعت اللي حصلت والتهريج او الخروج عن النص. فمحمد صلاح كان بيطلب انه يا جماعه لو في سيكوريتي موجود للفرقه كلها زي ما موجود معايا موجود مع الفرقه كلها. لكن انا بتكلم على البيهيفير بتاعنا احنا المسؤولين، عايزين يكرموا صلاح بشكل وده يستحق. لكن التوقيت انا عندي فيه علامه استفهام، وكمان البروتوكول استقبال اللعيبه المحترفه لازم يكون على جميع المستويات واحد لكل اللعيبه. يعني اكيد طبعا يا كابتن، انت حضرتك زي ما قلت جبت لنا حاجه قديمه كده بالنسبه لصلاح لما طلب ان هو على ان هو اتقال ان هو طلب ان هو بيجارد والكلام ده والكلام. طبعا ده حقه، مش حقه هو بس، حق المنتخب كله. لان حقيقة. انا الفتره قبل في التصفيات بتاعت تصفيات كاس العالم فعلا كنا بنشوف حاجات غريبه، كنا بنشوف ممثلين بيخشوا غرف اللعيبه، احنا كلعيبه كان بيحصل معانا الكلام ده، وكابتن انا عارف الكلام ده كويس، ممكن تلاقي واحد داخل عليك معلش ممكن تصور ابنك. فلازم بيبقى فيه خصوصيه شويه بالنسبه للعيبه بالذات المنتخب، لان المنتخب بالظبط كانوا رايحين لهم بالمشوار. يعني الموضوع وصل لمرحله كابتن هاني ان انت يعني اوفر، يعني خلاص طبعًا. ما احنا طبعًا. احنا لما رحنا كابتن هاني كاس العالم للانديه في اليابان كانوا مخصصين لنا دور كامل لينا احنا، تمام، وموقفين سكيورتي على الاسانسير، محدش بيدخل، لازم يكون معاك الاي دي بتاعك، لازم تكون تبع البعثه. فهو صلاح اكيد بيتعامل بنفس الاسلوب ده، ما ينفعش ان انت طلب كده قال عملوني زي ما الناس بتعمل بالظبط. هو خلاص الراجل بقى له دلوقتي اكتر داخل في 10 سنين دلوقتي بره، فخلاص هو دي حياته، هو ده طبيعته. وحضرتك طبعا كنت محترف في الدوري الالماني وعارف الكلام ده كويس، ايه الطبيعه هناك والنظام هناك بيطغى على اي حاجه، لازم تبقى منظم هناك، لازم تبقى عارف مواعيدك، عارف ازاي بتنزل التمرين امتى، بتبقى موجود في النادي امتى قبل التمرين، سكوت بساعتين ثلاث ساعات اربع ساعات، ازاي بتاخد السناكس بتاعتك قبل التمرين او الكلام ده بعد التمرين لو عندك جيم او عندك حاجه. في الحاجات دي كلها هو خلاص صحاح الكيمياء بتاعته تاقلمت على هناك، فلما بيجي مصر هنا فبيلاقي الوضع مختلف نهائي، بيلاقي حاجات غريبه بتحصل. فطبيعي الراجل هو ممكن يسكت مره اتنين تلاته، لكن لما يلاقي الموضوع زاد عن حده فطبيعي ان هو يطلب الكلام ده. وزي ما حضرتك قلت هو مش طلب لنفسه، هو طلب حتى انا شفت اللايف بتاعه اللي عمله بعدها بعد المشكله، طبعا بعد مشكله الطياره كمان ان اللي كان فيه حق الرعايه والكلام ده بالنسبه للسبونسر، فكذا مشكله جت ورا بعض، فهي دي اللي عملت الفجوه بينه وبين اتحاد الكوره. فاعتقد يا كابتن هاني ان اتحاد الكوره لو كان كلم صلاح وقال له تعالى هنعمل لك تكريم، انا متاكد ان صلاح ما كانش هيجي، كان مش هقول يتحجج، لكن ممكن يكون ديك الوقت بالنسبه له هناك. لان صلاح بيتكلم على بعد البريمير ليج، بعد البطوله اللي خدوها، فكنت كان متاكد ان هو كان صعب يجي، لان زي ما قلت برضو الموضوع لسه
في حساسيه شويه. فاعتقد النهارده الحفله بتاعت النهارده دي ممكن تهدي الدنيا شويه، بس برضو احنا كلنا معترضين ان احنا مش صلاح لوحده اللي محترف يا جماعه. صلاح مع 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 الشغل اللي بيعمله كويس قوي والمستوى الرائع اللي بيقدمه، لكن في ناس تانية برضو مش عايزين نبخس حقها، الناس دي لازم تاخد حقها بالظبط. ما دام انت محترف بره زي ما الكابتن هاني محترف بره، يبقى انت خلاص حقك زي صلاح زي تريزيجيه، كلكم واحد. لازم كنت تعمل النهارده تجيب المجموعه كلها المحترفين. ايه المشكله ما تكرمهم؟ يعني ايه المشكله ما تكرمهم كلهم؟